التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كان كفيلاً بإلحاق الضرر بما يقرب من 1500 وحدة سكنية، العشرات منها دمرت بشكل كلي. سامي حبوش الذي فجع قبل التصعيد بوفاة والده، وضاعف القصف من آلامه ومعاناته بتدمير ورشة الحدادة التي يمتلكها ويعمل فيها منذ 22 عاماً، وجعله بلا مصدر دخل في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية. هذا المحل بتاع شخص النفط، يعني هذا المحل له 22 سنة. هان والدي من قبلي، وأنا والدي توفى قبل أسبوعين، قبل الحرب أسبوع توفى. يعني هذا المحل بعين على 17 نفط، عندي أخو توجيه، وعندي أخو الجامعة، وأخو جامعة، وأوجي جيزة، وأن دين أبوي اللي بدنا نسد الدين، يعني وكيف ما أنا مش عارف كيف بدنا نعيش، كيف بدنا نمشي حياتنا من غير محل ولا عد. عشرات الأسر فقدت بيوتها ومحالها التجارية خلال التصعيد والقصف الإسرائيلي الذي استمر 55 ساعة، وباتت تعيش فصولا مؤلمة من المعاناة. القصف هذا دمر عائلات، يعني هي ثلاث عائلات، هذه بصرف على 18 ولا 17 واحد، بتاع الألمنيوم بصرف على نفس الإشي، بتاع بقضي العائلة، هذه عائلة أنا مكونة من 10 أسر، فيهم معاقين، ثلاثة معاقين عقليا، وأمهم هذه بناتها من صدى أسنانها زي ما بيقولوا، بنت الدار من صدى أسنان، يعني عشان اليهود يقولوا في عندنا بنك أهداف، فيش بنك أهداف، بنك أهداف عائلة نيل على عمرها يتامى طول حياتهم يتامى. الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تسبب بها القصف الإسرائيلي دفع الفصائل الفلسطينية للمطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين في محاكم دولية. انتهاكات الإسرائيلية ما لم وفق اتفاقية جنيف يوضع الاحتلال موضع عزلة ومساءلة ومحاسبة، سيمضي الاحتلال قدما بهذه الجرائم. مطلوب من القيادة الفلسطينية نقل الملف إلى محكمة جنيف. نحن شعب محتل يخضع للاحتلال، يغازى تحت الاحتلال، مطلوب دائما وأبدا أن نطور من وسائلنا النضالية والكفاحية ومن وسائل مناعتنا التنظيمية والوطنية لكي نتمكن من مواجهة هذه السياسة، ومطلوب أيضا أن ندق كل أبواب العالم سواء مؤسسات دولية وحقوقية. وبجانب الخسائر البشرية وما لحق بالوحدات السكنية من دمار، فقد تسبب القصف الإسرائيلي أيضا بأضرار جسيمة في عشرات الدنومات الزراعية. القصف الإسرائيلي الأخير على غزة تسبب في تدمير عشرات الممتلكات والبيوت للمواطنين، وكبدهم خسائر فادحة، خاصة وأنه جاء في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها معظم سكان القطاع. محمد سالم، رودو، غزة، فلسطين.